سلام، كيفكم؟ شو الأخبار يا جماعة؟ جايب لكم خبر كثير غريب ومرعب. سوسو قبل شوي إجتني تحكي لي إنها شايفة سنفور الشرير هالكراج. سنفور الشرير؟ على فكرة ما في إلا سنفور خيري. ما لا، أنا شفت سنفور الشرير. شرير؟ متأكدة. ما بعرف إيش بدنا نعمل يا جماعة، لازم نروح ونكتشف إيش قاعد بعمل. بس قبل ما نبدأ بدنا الكل يعمل لايك لهذا الفيديو. وصلوا الفيديو لخمسين ألف لايك، تقدروا ولا لا؟ يلا تحدي، واكتبوا في التعليقات تم. خلونا ننزل على الكراج ونشوف هل اللي شافته سوسو صح ولا بتهيئ لها ولا هو سنفور وبعمل فينا مقلب. الله أعلم. أنا ما بتهيئ، أنا شفته. تعالي معي. يلا يا سوسو خلينا ننزل. ليش فيه؟ المسحة تحطم؟ هسا أنا جيت فيه يا جماعة. كيف تحطم؟ عطل المصعد علشان ما نطلع. طيب اسمعي، خلينا ننزل على الدرج. هيا بس هيا. ان شاء الله ما نلاقي اشي شرير على الدرج. يلا 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 يلا. تخيلوا يا جماعة يطلع لنا من هون فجأة. طيب ليش عطل المصعد؟ ما بعرف، اكيد عامل خطة. شكله ما بده يوصل له. صح، بس انا عن جد بلشت اخاف. انا خايف من الموضوع. ولك عطل المصعد. تعال تعال. طب ليش هيك عمل؟ عشان يعرقل حركتنا وما نقدر نهرب بسرعة. يمكن. يا الله الدرج طويل. أوف أوف أوف. كثير كثير مشينا. لقد تعبت. شرير، حركاته بتختلف عن سنفور الطيب. الله يا جماعة كيف؟ يا الله، شو بدنا نعمل؟ ما بعرف ايش بيسوي هون. ما بعرف يا جماعة، بدي اروح اسأله انه سنفور الطيب ولا الشرير. تمام يا جماعة، بدي اروح اسأله. سنفور مرحبا. سنفور، انت سنفور الطيب ولا الشرير؟ ليش هيك صوته؟ متأكد؟ أنا مريض. كذاب كذاب كذاب. تعالي صار يلاحقنا، صار يلاحقنا. يا الله، شايفين شايفين؟ تعالي تعالي. سكر الباب سكر. بسرعة بسرعة بسرعة. طلع سنفور الشرير. شفتي كيف كان يلاحقنا؟ يا الله يا جماعة، سنفور الشرير هذا. أول مرة أشوفه. عامل حاله، عامل حاله طيب وكذاب. أول مرة أشوفه أنا. أو أنا أول مرة أشوفه هيك. يا الله، خوف خوف عن جد. نرجع عليه ولا لا يا متابعين؟ اكتبوا لي فيكم. لا أنا خايفة جدا. أنا أول مرة أقابل سنفور شرير يا جماعة. دائما معانا سنفور الخير الطيب. هذا إيش إيش قصته؟ أنا والله مش فاهم، يعني ما بعرف إيش القصة. تعالي تعالي خلينا نجي من هون. المشكلة حتى سونيك الطيب اتصلت عليه وحكى لي انه كثير مشغول اليوم، ما بعرف ليش. يعني ما بعرف ايش السبب وليش انشغل وايش القصه. بصراحه انا مش عارف. استني. هيو 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 هيو. سنفور لا تقرب، لا تقرب. توقف توقف توقف. بده يعمل حاله انه طيب، فاهمين؟ وبده يرى انه يعني سمع كلامي. ايش؟ ايش في؟ شو مالك يا رحمه؟ محتاجه فلوس وما معي ولا فلس. اكيد راح تكوني طفرانه لانك لسه ما جربتي بوكيت بروكر. مع بوكيت بروكر صار سهل انك تجيب فلوس. هاي هي ارباحي من بوكيت بروكر خلال يوم واحد بس. واحلى شيء بوكيت بروكر انه عندك ديمو تعليمي بتتعلم كيف تعمل على التداول، تقدر تراهن على اسهم امازون، تقدر تراهن على اسهم ثانيه، موجود عندك تفاصيل كثير. ومع بوكيت بروكر كل شيء راح يكون سهل حتى للمبتدئين. بامكانك التداول على اكثر من 130 نوع من الاصول، عملات، مؤشرات، اسهم، عملات رقميه على مدار 24 ساعه باليوم. والجزء الافضل، عائدات تصل الى 92%
متاحة في أي وقت. أي حدا فيكم حاب يغير حياته ويربح زي ما أنا ربحت، اتبع الرابط تبعي وسجل الآن. هي راح أترك لكم إياه بالوصف، سجلوا وادخلوا وإن شاء الله إنكم تربحوا. راح تربح يا رحمة وتسجلي؟ أكيد إن شاء الله. إن شاء الله إنك تربحي، ردي لي خبر. يلا فوتوا فوتوا يا جماعة. لا متأكد إنك طيب؟ صوتك كثير مختلف عن سلفور الطيب. صوتك مختلف. اسمع، بدك لايكات على الفيديو؟ اهربي اهربي اهربي. طلع 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 شرير، طلع شرير لانه حكى ما بدنا لايكات على الفيديو. لو حكى بدنا لايكات بيكون الطيب، فهمتي؟ يا حبيبي مصيبه يا جماعه، احنا كيف نتخلص منه هذا؟ ما بعرف، كثير مخوف. المشكلة انه كثير بخوف ومخادع على فكره. السنافر لما طلع 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 بيحاول يخدعنا، بس ما راح يقدر. ابتعد ابتعد ابتعد، كل المتابعين راح يضعفوك ان شاء الله. لا بيحكي لا، انه انتم ما راح تقدروا تضعفوه ولا راح تقدروا تسووا لايكات للفيديو. تخيلوا تخيلي، هيو لسه واقف براقب فينا. اخرتك تضعف، صدقني صدقني اخرتك تضعف. شو هنسوي؟ ايه شو هنسوي يا ايمن؟ ما بعرف. خلص خلينا نروح على البيت يا جماعه. لايكات كثير للفيديو، تمام؟ يلا سلام، باي.